بعد فرض قوات الجيش العراقي والقطاعات الملحقة بها السيطرة على مناطق قرى تبة وجلولاء وخانقين وجبارة، أصبحت هذه المناطق خاضعة تحت سيطرة الحكومة المركزية والسلطة المحلية في محافظة ديالى. تعالوا معنا لنستطلع آراء المواطنين هناك حول دخول القوات العراقية، رافقونا. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، تم إعادة انتشار القوات الأمنية في كامل قضاء خانقين في المناطق خانقين جلولاء قرتبة الجبارة، وتم بكل تنسيق وسلاسة وبدون أي إشكالية وصلت القطاعات إلى الحدود الإدارية لقضاء خانقين من ناحية جلولاء وناحية قرتبة والجبارة، والتنسيق عالي مع كل الأطراف اتجاه تأمين الأمن، وحاليا حقيقة جهود حثيثة من أجل إعادة النازحين، من أجل إعادة تأهيل قسم المناطق، من أجل إعادة تأهيل القرى من ناحية الكهرباء، الخدمات من ناحية الكهرباء والزراعة والماء والمجاري، والأمور تسير على قدم وساق. بس حقيقة قسم من الأمور خارج إمكانية إدارة ناحية جلولة، لأن اللي حاصل في جلولة يحتاج جهد محافظة إذا موجه الدولة من أجل إعادة تأهيلها. وإحنا حالياً نعمل على مراحل في إعادة النازحين، نركز على المحيط من ناحية جلولة حتى نأمن الحزام الأمني بشكل كامل، وأيضاً بالتزامن راح تعود العوائل إلى جلولة اللي ضمن إمكانية موجودة وتوفر لها مساكن. أما المناطق اللي ما يتوفر لها مسكن فأكو هنالك تدخل من السيد المحافظ وكذلك من السادة المسؤولين وقسم من عدها حتى وزارة الهجرة والمهجرين، وأكو احتمال توفير كرفانات كحل مؤقت من أجل تأمين إيواء مؤقت. احنا استبشرنا خير بقدوم قواتنا المسلحة بكل يعني مفاصلها، اللي الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي، الجيش العراقي، وإحنا كلش سعداء بتكليف لواء حسيني اللي هو ابن مدينتنا بإدارة عملية التنسيق ما بين القطاعات. وهسه إحنا قطاعات الحكومة المركزية منتشرة في جميع المواقع في مدينة جولاء وقراها إلى أبعد نقطة لحدود إدارية ناحية جولاء، وصلت القطاعات والوضع مستدب والأمن مستدب وما عندنا أي مشكلة. وحثت هناك بعض الأشياء البسيطة أول أيام، لكن بوجود سيد اللواء كل شيء انتهى. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في ناحية جولاء. أهالي الناحية استبشروا خيرا بدخول القوات العراقية المركزية، وأكدوا أن العراق واحد لا تجزأ. مستمرين وياكم في الجولة، ابقوا معنا. السلام عليكم. شلون نشوف دخول القوات العراقية وخضوع ناحية جلولاء السيطرة المركزية لحكومة العراق؟ والله تعاملهم كل زين ويانا، والحمد لله الأمان موجود والتفاهم بيناتنا كلش موجودة، وإحنا نساعدهم وهم يساعدونا. الحمد لله يعني الوضع مستقر يمنا، وإحنا فرحانين يعني دخولهم. طبيعة المدينة بأطيافها وشعبها متآخي والمعروف طبعا عليها أنتم عراقتكم وأصالتكم. إحنا جلولاء يعني منطقة معروفة من ناحية الأمان والأخوة وعلى كل العراقيين، بس هي يعني كمثال مثل أعلى مثل ما يقول. وقوات الأمنية لاحظوا هذا الشيء من دخلوا ورحبنا بيهم، وإحنا يعني نساعدهم ومتفقين وياهم على كل شيء. الحمد لله الأمان موجود وطيبين هم، والعراقيين عامة طيبين. ما تقبلون الجزء العراق؟ لا إن شاء الله ما نتقبل يعني هذا الموضوع. إحنا ما نرغب أبد، لأن العراق واحد من الشمال للجنوب، وإحنا متأخين بيناتنا وبيناتنا علاقات تاريخية ونسابات وهواية أمور أنت تعرفها. إن شاء الله الله يبارك بكم. إن شاء الله الله يسلمك. هلا بكم.
الوضع بخير بخير ان شاء الله. واحنا جلولان منطقه ترى متاخيه، المنطقه بها كرد وبها عرب وبها تركمان وما بها اشكال بالمنطقه، احنا متاخيين من اول ومنطقه ان شاء الله بخير، وان شاء الله القوات الامنيه دخلت هي فرض القانون، القانون فوق الكل. والله الحمد لله لحد الآن الوضع آمن وهدوء الحمد لله، وإحنا يعني ما عدنا شيء، نريد أمشي الوضع أمان واستقرار ويكون يعني حركة بالمنطقة أمان وعمل، يعني ما محتاجين شيء أكثر إن شاء الله. الشعب أو أهالي ناحية جولة نعم ترسم عليها طابع المكونات جميع المكونات، ما نعم عندكم مشكلة إن شاء الله؟ لا الحمد لله كل الأطياف يعني متآلفة يعني متعاونة بيناتها وما عندهم أي إشكالات، والحمد لله يعني حتى دخول القوات دخلت سلمية يعني ما صارت أي مشكلة الحمد لله وشكر. الآن منتشرين إحنا داخل جلولاء وإن شاء الله نوصل لأهالي المتواجدين داخل جلولاء لا يخافون، إحنا جايين لحمايتهم إن شاء الله والفرض القانون والفرض هيبة الدولة. العراق قوته بوحدته بعربه وكرده وبجميع المكونات الأخرى، وأن هذه الفسيفساء الجميلة تعكس أصالة وعراقة شعب عشق التحديات. من ناحية جلولاء محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع.